الطاقات الجسدية نعمة، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعم ذات يوم تؤخذ من الإنسان إن آجلا أو عاجلا، بعد 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 19 سنة، على اختلاف الناس الذين يذهبون أمواتهم. هذه الطاقات تسترد من الإنسان. الشعر يقول: وما المال والأهلون إلا ودائعا، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الودائع في ذات يوم ترد وتسترد. هذه نعم الله سبحانه وتعالى تفضل بها على الإنسان. الإنسان قد يكون النعم للإنسان من شباب، من مال، من طاقة فكرية، من طاقة جسدية وما أشبه. هذه نعم الله أنعمها على الإنسان، وفي يوم ما هذه النعم تؤخذ من الإنسان. هل يبقى شبابه؟ هل يبقى مالي؟ هل تبقى طاقتك الجسدية؟ هل يبقى طاقة الإنسان الفكرية؟ كلها تسترد. الله يقول: إذا أنفقتها في سبيلي أنا أزينك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا أنفقتها في المعصية هناك نار، إذا أنفقتها في سبيل هواء لا تحصل لا جنة ولا نار. ثلاثة أقسام نصر عندك 10 دنانير، صرفتها في طاعة الله تصير 20، ألقيتها في البحر ذهب، اشتريت بها معصية نار. ثلاثة طرق: طريق الجنة، طريق النار، طريق الهباء، أبا أم منصورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشعر يقول: أنفاس عمرك أثمان الجنان. هذا ثمن. لا إله إلا الله جنة، غيبة فلان إنسان نار، قدرة مش قدرة هواء راح، عشان دانير غيبت بالبحر. أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها ذهبا في الحشرين تشتعله. لذا من الواجب على الإنسان أن يصرف كل طاقته في سبيل الله تعالى، كل طاقة، حتى قطرة من طاقته لا يخليها تروح في الشكل هباء وعبثا. الإنسان وقت اللي يسوي قعدة وقصة وضحك وسوالف قطرة، هذه الطاقات اللي يلقيها في البحر. إذا غيبة ونميمة وتهمة وكذب ودجل وهالأشياء، هذه الطاقات تشعلها نار. إذا قصة حكمية، إذا آية قرآنية، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا أشياء حسنة، جنان وثور وقصور وبساتين وأشجار. أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر فاشتعل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما أنفقته في سبيل الله
من مال، من طاقة جسمية، من طاقة فكرية، من مساعدة فقير، من مساعدة ضعيف، صلاة، قيام، بناء مسجد، من خدمة، الله يخدم. كان واحد من الأشخاص في بغداد قصة جميلة لا بأس بها. في العصر العباسي حضر رجل من الفقراء، بقي أيام في بيته لا يملك شيئا حتى انتهى ما في بيتهم من مأكل وملبس ومشرب وكل شيء. زوجته قالت له: ألا تذهب آخر رجال قاعد في البيت تفتح؟ قال: وين أروح؟ ماكو أبي شيء. قال: روح استفارنا في القوة. راد يطلع، قال: ما أروح مكان، ما أروح مكان. قال: سيب بتروح مكان، هذا النهر دجلة قبل ما رايحين دويرت إلى كربلاء، أكو نهر في بغداد يسمى نهر دجلة، نهر واسع كلش جميل أيضا ولو مو وسعة البحر لكن جميل. من هاي إلى آخر شارع الاستقلال من هذا عام تقريبا، وما يجري وما حلو وجميل جدا. إن شاء الله إذا رزقتم رواح هناك السباحة في النهر أجمل من السباحة في البحر، لأن البحر ما يواقف، لهذا السباحة في البحر مشكل، بينما السباحة بالنهر نهر يجري، فأنت إذا ضربت شف 20 شف تتقدم. حقيقة الشكل كلش جميل السباحة في الأنهار. قالت له زوجته: إن دجلة قريبة منا، فقط مجيب الماء. كان سابقا مبذل السباحة، الحمد لله إحنا منعمين بهذه الأناديب وبالماء الذي تأتي من السيارات. ذاك الوقت بالقرب حتى في الكويت كان يشوفون، أنا تصوير شفت اللي يخلون على أكتافهم إما قرب وإما يجيبون من النهر ماء. إلى حس متعارف في العراق أو غير العراق والأماكن اللي أنا وراكم موجودة، بس من الناس الخارجين من النهر يروحون يجيبون ماء من النهر بأنفسهم من بيتهم حاجاتهم. قالت له: اذهب اجيب الماء هسه، مو رجال تروح تكتسب وتشتغل تروح تجيب الماء، لا هذا شيء بس كذا. اخذ جرته المباركه الوسخه، جرت حوش الفقراء ايضا يزيد وسخه، شيء طبيعي. جرت حوش الاغنياء نظيف، اما جرت تدرون شنو؟ كيزان كبار، كيزان كبار اكو ثمر الجره، هذا فرق الجره وسخه وشيء شالها طيب شيء الماء من النهر. شاف جماعة سفينة أكو واقفة يعبرون ناس عبور، يركون ناس هناك يعبرون هناك يركون. شاف جماعة نظيفين ملابسهم نظيفة كذا يركبون السفينة، هذا ملابس وصخة كذا وجرة وصخة وياه ماخذ جرة تحت عباءته قال أكد ويحرم عرفنا في الصور شوف الله شنو يرزقنا شنو يرزقنا ونقعد. جلس معهم راحوا، هذا مو وياهم مثل طبيعي، ذهب معهم حتى نزلوا ذاك الجانب من النهر. نزلوا شاف الباب بيت كبير على قضاء النهر فتش رفيع وسيع، دخلوا فالساحة جدا وسيعة وجميلة أشجار وناس وكذا معهم. راحوا إلى فرد صالح مش كبيرة وأحسن الزوالي مفروشة تحت شقة الحيوان. قال له: هذا اللي تشوفه هناك قاعد في صدر الصالة هذا خليفة. أوه هو ترى يشوفه خليفة، هو وصير يخفي نفسه من أصدقائه. العاطي نفس الشيء عند الله تعالى وصف، ويجب أن يخفي نفسه عن أصدقائه. أصدقاء كلهم ملابس جميلة وكلهم عطر مستعملين، وقام يعطى بيده مشي فيها وضربت نفسي بحث الخليفة. سألت هذول من وسألت فرد واحد هذول من وياي زي شعراء جلسوا مجالس الخلفاء القدامى أيضا في مجالس وسيعة، وكان نعرف إنسان إحنا 5000 إنسان إحنا 10000 إنسان يتصور لأن الخلفاء هاي طبيعتهم كانت يقعدون للناس عامة اختيالات وهالأشياء هم سابقا كانت كلش قليلة مو مثل هسه.
جلس في صف الشعراء، احنا يقعدون الشعراء، احنا الطلاب، احنا الكتاب، احنا العلماء، احنا الضباط، فكل واحد عنده سؤاله وفي المكان الخاص. جلس. الخليفة قال للشعراء، الشعراء في القديم كان يعد مثل وزارة الإعلام، ما كان وزارة الإعلام ولا مطبوعات ولا كل شيء، وإنما لسان الشاعر هذا سيف بيد الملك أو الخليفة أو ما أشبه. فهذول كانت لهم في المكان كلش رفيع في الدولة، الشعراء يعطى للشعر هواي فلوس، لأن الشعر يسير في الناس، الألسنة تتلقاه. الخليفة قال زين، مثلا أفرض هذا أبو العتاهية، ذاك متنبي مثلا، ذاك الكوميد مثلا، شنو عندك شعر؟ قام وقرر الشعر وقنبان وكذا، الخليفة أعطوه 100,000 درهم. ثاني شنو عندك من شعر؟ ناسهم قاعدين يستمعون. ثالث رابع خامس حتى وصل الى هذا صاحب الجره المباركه. قلت شنو؟ هو عدى فرنسي نوع من الادب وكذا. قال الحقيقه انا يعني مو من الشعراء. خاصه هاي كلام راس مو راس من بيت الخليفه. قال انا مو من الشعراء. وانما لي قصه. شنو قصه؟ قال نظمت القصة في أبيات فأنشد هذه الأبيات وشاهدنا في هذه الأبيات إذا وخطر الخليفة إذا جادت الدنيا علي فجد بها يعني مثل أعطاك فلوس الله أكمل فلوس إذا أعطاك علم أكمل العلم إذا أعطاك قدرة تلفونك يشتغل أنت أصرف تلفونك للناس إذا أعطاك طيب داول الفقراء مجانا إذا أعطاك هندسة خرب بيوت الناس بالمجان إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلت الدنيا تبقى في يدك؟ في يدك؟ الدنيا شبابها مالها لسانها قوتها قدرتها علمها كل شيء منها شنو تتفل اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا طرا يعني كلا قبل ان تتفلت فلا الجود مفنيها اذا هي اقبلت اذا الدنيا اقبلت عليك كل ما تعطي مقبل الدنيا عليك فلا الجود مفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل مبقيها إذا هي ولت الدنيا ولت عن البخل ما يفني الدنيا أقبلت إلي الجود ما يفني هذول أصحاب المليونيريات كل ما يبذلون يفت قليل من الله الإنسان الفقير ماكو عند الدنيا إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلت فلا الجود مفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل مبقيها إذا هي ولت أشعار جدا جميلة بعدين أضاف شعر ثالث ولما رأيت الناس شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي خلي الجرة وضعها هنا الخليفة ضحك لأن أجمل الأشعار وأمر أن تملأ الجرة درا وجوهرا فملوها درا وأعطوها ملابس جدا جميلة لأن هذا أجمل الأشعار الذي أنشأت في مجلس الخليفة ملأوا جرتهم الوسخة درا وأعطوه ملابس جميلة والخليفة وعده قال كلما ضاقت بك الدنيا تعال علينا نقل قصته قال عن قصتي عن شكرا عن شكرا عن شكرا أنا ما أجي هذا وين يروح وكنت لعله أجي هذا لبالي في المكان يروحون يأكلون أنا قلت أروح أكل وياه قاعدين بين مجلس الخليفة وأشعار وكذا أشعار كثيرة الدنيا هكذا الله
الله تعالى في القرآن الحكيم يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كان عندنا فرد الدكتور في بغداد، هذا مو مسألة فلوس فقط، مسألة كل شيء، كل شيء حقيقي. كان عندنا هذا حج محمود صفر الله يرحمه، هذا فرد تاجر من الدرجة الرابعة الخامسة العاشرة ما عندي درجة، لكن أي يوم قاموا لفقير يجمعون يعطي 5 مليون يرجع 10 مليون، أي مشروع يجون يتوفي الله يرحمه إذا كان حي أنا ما كنت عنده، أي مشروع يجون يبدأ عليه 1000 دينار و500 دينار و700 دينار و2000 دينار وأكثر وأكثر، ويعيش مثل سائر الناس في أكله في لباسه ناس إنسان محترم في سفره في حضره في كل شيء، وذاك الإنسان الآخر الذي ما كان يبذل هم هذا مات هم هذا مات، بينما هذا خلف له أجرا حسنا وذكرا جميلا وذاك خلف له ذكرا سيئا. فالواحد هذا كثرة الدنيا إذا أقبلت إلى الإنسان يجب أن ينسى. كان عبد الفرد الله يرحمه فرد دكتور في بغداد اسمه محمد تقي الجهني، أنا في الحقيقة شفت هذا الرجل ومعجب به، أي فقير يراجع ما يأخذ منه مو كمن عليه فمنهج عداش، اي طلب يراجع طلاب العلوم الدينيه في العراق بكثره ابدا ما ياخذ مني فلوس، مو ما ياخذ مني فلوس وانما يزيد اذا يشوف فقير يعطي دينار دينارين يقول اشتري دجاج وعده، هو صيدليه تحت محله في بغداد في شارع الشورج في سوق النصارى عند عبد النصارى هناك في بغداد شارع الرشيد طبعا حضرنا طارق هو محل الناس. من الصدف انا مرتين اتلفت به بهذا الدكتور، مره انا اروح ويا صديق احنا كاظمية وبعدين هو الصديق كان مريض اروح يمه، قال لي اروح يمه انا ما كنت شايفه تعالوا وياي، ما صدق ابتدئنا اغنياء فقراء كل شيء كل بعض لان هو فاهم، بعد ذلك هو شافاهم قدامي يعطيهم وصفه وهم من هالصيدليه، احيانا يعطيهم فلوس يعطيهم دواء لانه هو يقوم الدواء يمه يعطي دواء. هذا صديقي شافه هو صديقي طلب بعدين سال مني شخصيا عن هالصيد، قال لي تشكي كل شيء كل شيء ما في، لا شوف يقين انسان مختلف مرارة اعتدك هذا، انا ما اقتنعت له مرارة وما اتذكر ايش منه، واحد من نشوف كتب لي وصفه وطالبه للدواء لان هو ابي اللي قدامه اكل ايش قدر الزلم بدك اروح انا قلت لك لا اعطي الرجل اعطي الرجل، قلت انا مو محصن حتى مو محصن، انا بنائي عن كل طلب ما اخذ منه فلوس كل فكره ما اخذ منه فلوس حتى اذا طلب لا، هذا الشيء اللي انا شفته وغير هذول اللي قاعدين والفقير مالهم يمشيها الشكل بوضع وفي بغداد وفي شارع الرشيد، يعني طبيب ممتاز ومعروف مو يعني طبيب غير معروف أو غير ممتاز، هذا اللي شفت، هذا فرق القصة اللي أنا شفتها غير المعروف اللي كان عند كل الناس. الشيء الثاني اللي أنا شفته أيضا هذا يجيبوه من بغداد إلى كربلاء 50 دينار أجر، هو طبيب ممتاز الفريق عندي في كربلاء أسست محسن حجار هو قال لك اللي تجيب عليه يجي إلى بيتنا شاف الوالد وكذا وشي هلا صوت الدواء بعدين ردنا نقطة فلوس نعش أخذ الفلوس كل ما حاولنا وياه قلنا إحنا مو فقراء واقع حقيقة ما كنا فقراء ما فقراء أخذ كل أنت هناك مصدر غلقت ومن هالمسافة بعد من بغداد إلى كربلاء 100 كيلو ومن 100 كيلو وصل إلى الجمعة الناس كذا يعني ليلة كاملة بنت من الله هذا ما دار هذا الوصف استعملوه وبعد 15 يوم أو بعد 20 يوم أنا هم أمر عليكم أجي زين أجي مرة ثانية وقت اللي أجي إحنا سوينا هذا ما يأخذ فلوس مو زين هالشكل لما كان الطبيب يجي
سواء لا نفرت هدية تقريبا 15 دينار 20 دينار أكثر. وقت اللي راد يروح رجل يخلي هذا السيارة قال له سويت واحد شكل شيء أبد ما أجيب أحد. قال أنا أخذت منه لكن بعد ما أجي حتى إذا احتجت مني ما أجي. قال أنا الله متفضل علي ما أكون داعي يا رب. إذا خطير حقيقة شفت يزعل يعني حقيقة أذى. بأي شكل إنسان أنا جبت الحياة. دكتور محمد تقي يهندي وهذا دكتور من 10,000 دكتور في بغداد. يعني بغداد كلش كبيرة وايد دكاترة فيه. في بغداد أكو جامعة شو اسمه؟ مدينة الطب. مدينة الطب أكو في بغداد. لكن هذا كان أشهر الدكاترة لها الصفة في هذه. بعدين وقت اللي هنا كنا أظن أو كنا في كربلاء ما أعرف 10 سنوات توفي الله يرحمه. وسمعنا أنه فرد التشيع سواله مثل فرد التشيع مرجع تقليد أعلى. الدكاترين عزلوا له لأن كل واحد شايف منه خير. حقيقة لو هذا كان يأخذ فلوس من الفقراء لا شك أنه كان فلوسه مضاعف. لأنه هو يحقص عليه يعطي فلوس للدجاج بالكيسة والدواء مجاني من الصيدلية والدكتور بالعيادة يعني مو مستشفى ومستوسط ومعاشفى ومعروف بفهمه وهو بنفس الوقت رجل متدين لأن الدين من فائدته أنه يخلي الطبيب زين للآخر يخلي المهندس زين يسوي يخلي كل إنسان مستقيم هذا من فائدة الدين. هذا توفي الله يرحمه وفرد طبيب آخر كان عندنا في كربلاء هم الله يرحمه توفي فرد طبيب نام مربوط إلى قطعة الحدود يفهم لكنه حتى الفرس يحسبه هم توفي لكن الطبيب الثاني ما عجب لعل أبو حسين سامع هو واحد آخر سموه زين بخيل عم فرد واحد يقول راح يمه يقول أنا فقير هو كان يأخذ نصف دينار ذاك اليوم نصف دينار الأجر يقول يا عدام ما وشافني كذا شيء قال يوصفه فصلت ربع دينار ما عندي صدق فقير يقول بلك هو أخذ راشة من يدي هذا كنت قال عنا أنا ما عندي راشة أنت شكرا ربع دينار أنت الله يهديك وما الله ما هدا حتى ما الوالدين شنو يأثر فيك؟ إيش قدر هذا الرجل كان متأذي حقيقة وحتى متأذي الآن تقول ما عندك على روادين هذا يقول أخذ رجل فروح في المسجدين أخذ أعطيك رجل في كربلاء كان هذا الطريق الثاني الدنيا عارية بيدك وبيدي أي إنسان كنت أنت أميرا وزيرا رئيسا ملكا عاملا كاسداً، كاجراً، خطيباً أي لون كنت دنيا عالية أحسن شيء تفهم شلون تصرف العالية وما المال والأهلون إلا ودائعاً ولا بد يوماً أن ترد الودائع بس الفاهمين يعرفون شلون يصرفون المدام عالية طيب أي شيء منك وقت اللي أخذ هذا الشيء منك خلاص رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك إنه قال له قليلا رجع وقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون انتهى خلاص. والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول هذا الإنسان الذي يجمع المال ولا ينفقه ويخلفه لأولاده له الوزر عليه الوزر ولهم المهنة هؤلاء يثنون به الوزر على من؟ على ذاك الإنسان الجامع من حرام لا مخمس لا مسجد لا زايد لا ناقص لا فقير لا مسجد لا قتيمية وراح يا امان الله
وماله باقي. وكما قيل بين الشباب، هذا شباب يسأل، هل ليت الشباب يعود يوما فنخبره بما فعل المشيب. قال شلون؟ قال البعيد مالي صار قريب، والاثنين مالي صار ثلاثة، والمستقيم مالي صار منحني. قال هذا عويني كانت تشوف من بعيد صارت قريب، ما شوف من بعيد، البعيد صارت قريب، صار قريبا، والاثنين صار ثلاثة، والمستقيم صار الشيء. كم يوم بعد كل منها؟ كلهم شباب اللي يشوف يركض ويقفز وفوق وتحت وكل شيء، بعد أربع درجة يصعد، هالشكل شيء يصير. على مطلب روح أشوف. وكذلك الصحة، صحة يا بلدي، أروح المستشفى العظام، مستشفى الصدرية، لأن نحن إلى حاجي ويجعبا الله يحفظه، كله بالمستشفى صدر، شباب وشيوخ ورجال ونساء وما أشبه. الصحة أيضا وديعة، صحة الصحة اللي في يدك وفي يدي وديعة، عمرها 20 سنة، 30 سنة، 10 سنوات، 5 سنوات، كذا من هالقبيل شيء، وانتهت صحتك، مالك، شبابك، طاقتك الفكرية، طاقتك الجسدية، كل شيء ينتهي. فالواحد يقول رحنا إلى بيت فرد واحد، يقول سلمت عليه، سلام عليكم، يقول بقى واحد ما جاوبني، بعدين سوى هالشكل شيء، طلع تلسي من وراء الدوشك، من تحت الدوشك مالك، روح عليكم، عليكم السلام. يتبين على أنه هذا ينسى حتى الجواب. جواب إذا تحفظ قصيدة، تحفظ قرآن، هذا شايف صاير، وصاير مخرف، ناسى حتى الجواب، ينسى 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 قصيدة. فهذا كاتب في فرق ورقة وخليه هنا، يشيل هذا الورق من هنا، روح عليكم السلام. هذا الشيء أيضا ذهنك وديعة، ولما لك ذهنك دائما باقي أبدا ما يبقى ذهنك. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا أنفقته في سبيل الله تأخذ من الله، إذا ما أنفقته دبيت بالبحار في أمان الله، إذا ما أنفقته أنفقته في المعصية هناك نار والطريق أمامك، تبعت لنا نير مالك تشتري الجنة، تشتري النار تلبي بالبحر. وعشت لنا نير يعني شنو؟ يعني عمرك، يعني مالك، يعني شبابك، يعني فكرك، يعني طاقاتك، كلها هذه فلوس بيدك، طاقة بيدك، قدرة بيدك، صرفتها ولم تصرفها. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.